أخبارنا هتكون الملف الاقتصادي، وخبر إيجابي جدا زي ما احنا دايما بنقول لحضراتكم مهتمين بمتابعة خطة الإصلاح الاقتصادي اللي مصر شغالة ومستمرة فيها وردود الأفعال الدولية بخصوص الملف. النهاردة مجموعة البنك الدولي أعلنت أنها هتمد إطار الشراكة مع مصر للفترة من 2015، هي أصلا كانت الشراكة دي من 2015 ل 2019، فأعلنت أنه هيتم التمديد لمدة سنتين تانيين، يعني هننتهي في 2021 بعد ما أظهرت الإصلاحات الاقتصادية اللي بتنفذها مصر علامات نجاح مبكرة. وقالوا أنه تم إعلان هذا القرار بعد ما قام مجلس المديرين التنفيذيين للمجموعة بمراجعة رسمية لنتائج الإطار الحالي اللي بيعرف باستعراض الأداء والتعلم. زي بقول لحضراتكم المؤشرات والكلام اللي بيتقال أنه الهدف من هذا التمديد أنه هيحافظ على زخم الإصلاحات اللي مصر شغالة فيها لضمان استمرار التقدم نحو النمو الشامل وخلق فرص عمل، زيادة الفرص للجميع، تحسين مستوى المعيشة، معيشة المواطن. وهيركز إطار الشراكة مع مصر على أنها تزود توفير فرص العمل بقيادة القطاع الخاص. جهود الحكومة الإصلاحية اللي بيسندها إطار الشراكة ساعدت على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وانتعاش النمو، وأنا بقول لحضراتكم كلام البنك الدولي، وانتعاش النمو وتقليص عجز المراكز الخارجية وعجز الموازنة وانخفاض التضخم وزيادة الاحتياطي الأجنبي. كتعليق على هذا الخبر، دكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي قالت إن قرار البنك الدولي بتمديد إطار الشراكة مع مصر لمدة سنتين تانيين ده يعني هيركز على زيادة فرص العمل للشباب والمرأة، هيتم التعاون مع القطاع الخاص بشكل كبير، وهينعكس ده على دخل المواطن، على مستوى معيشته، بالإضافة كمان لزيادة الاستثمار في العنصر البشري، خاصة المجالين اللي الدولة يعني مركزة عليهم قوي، مجال الصحة والتعليم واللي بتعتبر أولوية لدى الدولة المصرية. بالإضافة كمان أنه تمديد هذه الشراكة هيساهم أنه هيدعم مصر أنها تتحول لاقتصاد رقمي. زي ما بقول لحضراتكم ردود الأفعال المتعلقة بمتابعة جهود الإصلاح الاقتصادي اللي بتقوم بمصر احنا بنتابعه مع حضراتكم بشكل دقيق جدا، لأن ده بيدي مؤشرات وبيكون ليه دلالة مش بس على مستوى هذه المؤسسات الاقتصادية الدولية المعنية بتصنيف الوضع الاقتصادي في الدول، لكن كمان إنها بتدي شهادة ثقة بنخلينا واحنا بنتكلم على جذب الاستثمارات الأجنبية، يعني مناخ بيئة الأعمال، إزاي إنك بتروج للفرص الاستثمارية اللي موجودة عندك. الكلام ده وهذه الشهادات بتكون يعني ورقة قوية جدا جدا، وانت وبتقوي موقفك الاقتصادي أثناء التفاوض أو أثناء شرح وضعك ومحاولة جذب استثمارات أجنبية أكتر.